مرحبا بكم معنا في الدرس السادس. عرفتكم في اللقاء السابق على الوصمة وآثارها ورسائل خاصة لنتعامل معها. اليوم نتحدث عن الخبر المزعج وكيفية نقل الخبر للآخرين. فصديقنا سعيد الذي تحدثنا عنه في اللقاء السابق جاءه خبر مرض والدته وهو في العزل الصحي ولا يمكن ولا يستطيع الخروج للإطمئنان عليها، وهي لا تستطيع الكلام ولا يوجد من يعتني بها لسفر أخته، فكيف سيتم نقل الخبر لسعيد؟ هذا الموقف نتعرض له كثيراً سواء كنا في حالة وباء أم لا، وينبغي أن ننتبه في كيفية نقل الأخبار للآخرين، فقد تراها غير مزعجة بينما هي مصيبة عند غيرك. فما هو الخبر المزعج؟ هو الخبر الذي قد يفقد الإنسان التوازن والقدرة على التعامل مع بعض الأمور، خاصة في أوضاع المصائب والكروب الضاغطة أو الحرجة منها، ويبدو ذلك جليا في حالات الأمراض الوبائية. فعلى الرغم من وجود بعض الوعي لدى الناس، إلا أن الوعي قد يكون محدودا مما يؤثر في الآخرين، خاصة عند اتباع آلية نقل خبر غير مناسب. فماذا نعني بنقل الخبر؟ أولاً، يعرف نقل الأخبار السيئة بأنها إبلاغ المريض أو ذويه بالاشتباه في حالة وجود المرض أو أن البدائل العلاجية محدودة جداً. ثانياً، تكون عادة الأوضاع فيها حالة تهديد لصحة الشخص الجسدية أو العقلية أو في حال وجود المخاطر على الحياة. ثالثاً، إنه أي عملية يتم خلالها تبليغ المراجع بما يتعلق بأمور تخص مشكلته الصحية، بالرغم من أن مستوى الإدراك لطبيعة هذه الأخبار أنها سيئة، يعتبر ذا بعد شخصي أن الطريقة التي ينقل بها المتخصص الأخبار المزعجة تؤثر بوضوح على متلقي هذه الأخبار كمريض أو المرافقين، وهذا يعتمد على أسلوب تفسير وفهم الحالة المرضية والتعامل معها. يجب مراعاة أن نقل الخبر يعتمد على طبيعة كل مريض وخلفيته، علماً بأن المستوى التعليمي والثقافي للمريض والأسرة بشكل عام والأصدقاء وطبيعة الدعم المقدم من قبلهم له أثر كبير جداً. من المهم أن نعرف أن الأخبار المزعجة عبارة عن عملية وليست حادثة أو سلسلة من الحوادث، حيث تشكل عملية نقل الأخبار المزعجة مدى واسع من العناصر، لذلك تحتاج لتأسيس علمي وتقسيم العملية والمعلومات إلى أجزاء صغيرة ليتلقاها المرضى أو ذويهم ضمن إطار معرفي منظم، حيث من الواجب الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة جوانب في عملية نقل هذه الأخبار، وهي: أولاً، المستوى الاستيعابي للشخص أو عائلته أو المحيطين به. ثانياً، طبيعة الأشخاص المتلقين ومستوى الدعم المتوفر. ثالثاً، نقدم لكم توصيات عملية عند نقل الخبر المزعج للآخرين. 1- تهيئة الجو المناسب للحديث عن الموضوع الهام. 2- من الضروري معرفة ما يفضله المريض. 3- التدرج في تبليغ الخبر. 4- إعطاء فرصة لأسئلة المريض. 5- التعاطف مع المريض، من مثل القول: لا بد أن هذا صعب عليك، أنا أفهم ذلك، ماذا تنوي أن تفعل؟ أنا معك وسوف أقدم لك كل ما في وسعي ولن أتخلى عنك. نرجو أن لا نحتاج لنقل أي خبر مزعج، ولكن هذا حال الدنيا، ومن المتوقع أن نمر جميعنا بهذه المواقف. لذا نتذكر التوصيات التي حددناها. نلقاكم في لقاء قادم وحديث حول تقديم الدعم النفسي باستخدام وسائل وأدوات حديثة تقنية. دمتم بعافية.